سات وركاتو حكى شاب معكم زايد في لعبة او لا اصبر مو في لعبة اليوم الشاب راح نغير شوي اوكي شفت الشاب فيديو ابو فلة اللي يقول يعني يوتيوبرز يقيموني وشفت الفكرة نفسها يعني حبيت الفكرة صراحة قلت ليش ما انا اقيم اليوتيوبرز بما ان الكل يعني يعتمد على ارائي الشخصية وهالاشياء فقلت ليش لا يعني رأيي دائما معتمد عليه فعشان كذا شاب راح نقيمهم ورجاء بدون زعل يا شاب يعني لو انت يوتيوبر وشفت هذا المقطع وشفت اللي سفلت ولا شيء ولا قلت حقائق يعني انا اسف اوكي هي بس كذا مجرد رأي عموما شباب خلونا نوصل هذا الفيديو الى 10000 لايك ويلا نبدا اوكي شباب زي ما تشوفون هنا عندي كذا كم من يوتيوبر والله ما ادري شباب احس اني كثرت اليوتيوبر طبعا شباب القائمه حقتي انا اوكي يعني شباب شوفوا هنا في مو طبيعي يعني واللي هو مره في رهيب وعادي وقبل كانوا احسن وزباله ولما اقول زباله اقصد زباله فالسؤال هنا يا شباب مين من هذول اليوتيوبرز راح يكونون في هذه القائمه ترقبوا معانا يا شباب خلونا شباب مثلا نبدا باوبلز اوكي اوبلز شاب يعجبني يوم اتابعه يعني انه كذا يسوي مقاطع عن العاب كيف اقول لكم العاب هذيك اللي تبني والالعاب المحاكيات يعني عرفتوا فانا مدري شباب كذا استمتع يوم اتابع صالح يلعب هذه الالعاب نفس لعبه هذيك السجن كنت مره مستمتع صراحه لكن للاسف يعني سحب عليها ما زبد شاب ان اوبلز يعني يصلح للناس اللي كذا يعني الرايقه اللي يبون كذا شيء رايق ما يبون صراخ وهالاشياء عرفتوا فيا اوبلز اشوف شباب نحطه يعني في قائمة الرهيبين طبعا شباب يمكن مو كل اليوتيوبرز اللي في هذه القائمة اقيمهم اوكي لان شباب اول مرة كثير هذا اول شيء ثاني شيء شباب انا كذا شفت السبسكرايبرز يعني وقلت كذا القطهم عرفتوا كيف نيجي يا شباب لسيد الاسياد سيد شاب من بعد ما وصل 10 مليون او شيء كذا شفت شاب مونتاج تغير وكثير اشياء تغيرت فتطور يا شباب ويعني صار احسن بس مشكلته يا شاب يعني وما ادري انا تعتبر مشكله بالنسبه لي انه هو ينزل شاب 50000 فيديو في اليوم فانا يعني ما اقدر اشوف 50000 فيديو في اليوم اوكي لكن اي شباب هذا بالنسبه لي ها ممكن البعض يكون اصلا ما عنده مشكله ان يتابع 10 فيديوهات في من نفس اليوتيوبر في يوم واحد فهذا رايي فعشان كذا شاب راح نخليه عادي اوكي ونجي شاب لخالد ديسكو صراحه هذا انسان اسطوره يعني من افضل اليوتيوبرز اللي كذا جيمنج يعني عليه كذا ميمز واشياء يعني تركيبات خرافيه صراحه واسلوبه بعد رهيب فيروح لمرتبه المو طبيعي وحتى اصلا ما ينزل كثير يعني هو واضح انه مره يتعب على المقاطع اوكي يا شباب ونجي لبري بري صراحه يا شباب لما كان الشاب يشوف كذا فيديوهات عن ناس ثانيين كذا كان يعني الوضع مضحك عرفتوا لكن بعد ما غير الوضع خلاه جيمنج صار لازم ممتع صراحه مقاطع الجيمنج حقه تضحك خاصه جمب كينج اقسم بالله جمب كينج يا شباب من افضل السلاسل اللي شفتها صراحه يا اخي اسلوبه كذا مره يضحك والمونتاج حتى حقه مره حلو فعشان كذا شاب بري يستحق لقائمه الرهيبين اوكي تي ام فيصل يا شباب شوفوا التنويع اللي عند تي ام فيصل صراحه يعني مو طبيعي كذا يجيب كل مره لعبه منوعه طبعا ما اتكلم عن اخر فتره لا اتكلم كذا تقريبا عن قبل شهرين او ثلاثه بس كان كذا في كثير تنويع يعني لكن اسلوبه يا شباب بالنسبه لي شاب بالنسبه لي احس يعني ما ادري مو بعجبني يعني هو ما ادري شاب كذا احس انه يعني يجبر الصرخه عرفتوا كيف يعني مثلا كذا في لحظات يعني مو بحق صراخ لكنه يصرخ فانا ما ادري هذه المشكله معي ف راح نخليك هنا اوكي وطبعا شاب نجي للاسطوره العراب مستر شنب نعم يا شاب مستر شنب فتح قناه جديده في اليوتيوب وقناه كلها جيمنج ويعني الشباب صدمني صراحه يسوي شاب تحدي الجلد وتحدي الحلاقه يا شباب ويعني شاب هذا محتوى نادر ما حد يسويه شاب مين اللي يسوي تحدي في فورتنايت هالاشياء فعشان كذا شاب مستر شنب مو طبيعي نعم واي حد يقول كلمه عن مستر شنب يندق من الحين اقول لكم اوكي شاب نجي لبندريتا الحين يا شباب الوقت الحاسم اوكي شوف راح اقول لكم رايي صدقي اوكي بدون اي مجامله بدون اي مدح زايد بدون اي هالاشياء اوكي بندريتا يا شباب صراحه قبل كان احسن الحين يا شباب ما ادري كيف يعني احس يصارخ ويضحك على اي شيء ولا شوفوا من قبل كان يصارخ ايوه بس الحين احسه كذا على اي شيء حتى هو كذا تحس انه ما في له صراخ لكني يصرخ فنوعا ما شاب محتواه صار يعني الاغلب موجه للاطفال يعني مو موجه للكل بالنسبه لي على الاقل في الجيمنج طبعا اتكلم عن الجيمنج لكن لما ينزل كذا شيء شاطح ولا يعني قصه وهالاشياء اوكي هنا صراحه يعجبني مره ويضحكني مره فاي شاب نص هنا ونص هنا يا شباب هنا شاب يعني مقاطع اللي كذا القصص والجيمنج هنا عرفتوا فا والله شاب ما ادري وين ارمي العين بما انه شاب قناته معتمده على الجيمنج فراح نخليه هنا اوكي اوكي عشان شاب نجي لابو فله ابو فله يا شباب صراحه من افضل القنوات اللي شفتها في التاريخ يعني مونتاج اسلوب
كل شيء كل شيء. انا شاب، انا شخصي شباب اتابع ابو فله من البدايه للنهايه. نعم يا ريال، مقطع جوست اوف تشيما حق الساعه هذاك اتوقع 40 دقيقه، والله شاب ما اذكر، تابعته شاب كامل. نعم مو بس مره واحده، لا تابعته مرتين عشان بس اوريكم شاب قد ايش انا يعني يعجبني هذا ابو فله. ابو فله ترى التويتر حقي تحت، لو تبغى نصور مع بعض يعني عشان المشاهده، قصدي عشان يعني نتعرف على بعض. اوكي فعشان كذا شاب ابو فله مو طبيعي. ولا لا اوكي شباب خلونا بقول شيء واحد، والشيء هذا الشاب يعني شفته كثير في ابو فله، كل شيء فيه تمام، الصراخ والاشياء يعني شاب من شخصيته، لكن شاب الضحكه هذه هي المشكله عندي. كثير مرات شاب كذا اشوف مثل كذا يتكلم فجاه يضحك، والضحكه شاب واضح انه يعني ما يضحك، فهذه المشكله يعني. اتمنى انه ما حد يزعل شاب، اتمنى اللي تكلمت عنهم لا حد يزعل رجاء، هذا بس رايي، ورايي انا ما يمثل ولا واحد، ولا اقول لك لا رايي انا شاب يعني مثل اغلب العالم، فيعني معليش يعني كل شاب يعني. اوكي شاب نجي لقناة ملزلز. ملزلز صراحة شاب يعجبني مرة، اسلوبه شاب من افضل الاساليب اللي شفتها، يعني هو لا يصارخ ولا انه كذا يضحك ضحكات على طول كذا، اسلوبه شاب هادي ويضحك نفس الوقت. وحتى اخر مقطع عليه شاب واللي هو حق البي سي شفته كامل صراحة، لانه كان رهيب اسلوبه مرة يعني رهيب، وما ياخذ الوضع بجدية كذا اي شيء يعني، حتى لو مثلا فيه تقنية ولا شيء لازم كذا يعني يجيب نكتة من حيث لا تعلم. فايا يعجبني ملزلز ويستحق المو طبيعي. اوكي شباب مرة يمكن اتكلم كذا على السريع لانه خلاص شاب حس الفيديو بيطول كذا. قناة ريباد بعد تعجبني مره، المواضيع اللي يطرحونها والاشخاص اللي فيها، مصعب عمر وفروست وعبد الرحمن، فكلهم يا شاب اوكي. لا اشياء مشكلتهم صعبه يعني، وما لهم انه يسحبون يعني، هم يتعبون على محتواهم، بس كمان يا اخي عجب سووا فيديو يعني، سووا مشكله مع حكم مره ثانيه. اوكي شباب باريتيوب صراحه يعجبني مره يعني، يضحكني كذا ونكاته يا شباب تصدم العقل يعني، انا بعرف كيف نفكر وكيف بنى هذه النكته، فباريتيوب يستحق في المو طبيعي. عبد الله ريفيو شاب اشوف ان مراجعاته يعني حق قبل كانت احسن، لان الشاب حاليا اشوف انه كذا يسوي مراجعه يعني شاب، اللعبه بس تنزل كذا يوم واحد بوم عبد الله ريفيو ينزل مراجعه، فانا ما ادري يعني اي شخص يعني عنده هذه القدره، عرفتوا كيف غير اي جي ان يعني. لكن السؤال هو يا عبد الله ريفيو، كيف تتجرأ تقول عن فاينل فانتسي موسيقى قذره؟ يو نو وات، انت القذر فتستحق. اوكي يا اخي والله شاب ما ادري، احس ان اي حد يحطه في القائمه يعني الوضع فهم غلط. ازيد اتوقع عبد الله ريفيوز عادي عنده، فتسول قد يعني. محمد ريفيوز ودابي صراحه من افضل قنوات حقت مراجعات يعني وهالاشياء، يسوي لك كذا شاب مراجعه وراي يعني رهيب، والفيديو يكون متعوب عليه يعني منتاجيا، واللقطات بعد تكون من نفس الجيم بلاي، فنعم يستحقون يا شاب في الرهيب. وجفلم معاهم بعد نعم، انا ايضا جفلم يا شباب يسوي مراجعات كذا على العاب وتكون المده حتى طويله ويكون مره الفيديو حلو. ميكس 19 يا شباب يعني فنان هو بعد، لكن شباب مشكلته انه يعني مرات الكاميرا تكون حلوه والمايك خربان، مرات المايك خربان والكاميرا حلوه، فمتى بتوزن هذا الشيء يا ميكس؟ ادب يا شباب ميكس يعني مواضيع لا باس بها، فراح ارميه يا شباب في العادي، اوكي يعني حلو حلو يعني مقبول. يا اخي والله شباب احس اني ندمان ان جبت كثير يوتيوبرز، يا اخي ما ادري يا اخي احس اني لو ما تكلمت عن حد راح اظلمه، فانا اسف لو ما تكلمت عليك انا اسف خلاص. اوكي زعتر الزعاتر يا شباب ايضا قناه حلوه يا شباب، يكون كذا فيها النقد منطقي يعني، والمواضيع ايضا حلوه والمونتاج بعد حلو، فيستحق في قائمه المو طبيعي. وطبعا يا شباب قناه احمد حسن وزينب وانس وصاله وشفا يا شباب، يعني انا بالنسبه لي شباب هذه افضل ثلاث قنوات يعني في اليوتيوب. اوكي احب اتابعهم مره شباب، احب اشوف عائلتهم وخصوصيه قصدي يعني حياتهم يا شباب، عرفتوا كيف؟ وشباب استمتع يعني، ممكن بعض ينصدم يقول اما زغيد انت اتابعهم ايوه ايش فيها يعني عافيه شيء، وافضل يوتيوبرز مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي. نعم يا شباب عبد الله ريفيوز اسوء واحد. اوكي شباب خلاص حطيتهم كلهم في هذه القائمه، لان شباب اصلا ما في وقت اني اتكلم، راح يكون الفيديو طويل لو تكلمت عليهم كلهم. ولكن شباب في شخص واحد شباب ما تكلمنا عنه، وهو صراحه هو اهم واحد يعني لازم نتكلم عنه، قناه شباب من افضل القنوات اللي شفتها في التاريخ، مونتاج وتعب على المقاطع ويعني شباب كل شيء فيه مثالي، شيء غريب ان قناه يعني تكون كذا مثاليه لهالدرجه، والقناه شباب حتى المفروض ما تكون في مرتبه المو طبيعي، القناه شباب تستحق تكون في مرتبه عبد السلام.